السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هتكلم على أحد أجهزة الإليزا دلوقتي مع الأسعار الغالية ونقص في الكيتس للأجهزة الأوتوميشن اللي هي أجهزة الكيمولومينسنز والأجهزة اللي هي الأوتوميشن في تحاليل الهرمونات أو الفيروسات. فأصبح الحل البديل لنا دلوقتي إن إحنا نشتغل إليزا كحل بيقضي على المشكلة ديت، إن أنت جهاز الإليزا بيبقى أوبن سيستم تقدر تشتغل عليه أكتر من تحليل، وبيبقى النتائج بتاعته بتبقى معقولة لو انت حضرتك التزمت بالتعليمات واشتغلت على بكيتس كويسة وعلى جهاز كويس. فمن من احد اجهزة الاليزا اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة جهاز روبونيك ريد ويل استريب. الجهاز ده من الاجهزة الكويسة جدا ومحترمة جدا، يعني في طريقة في الدقة بتاعته، وكمان في بعض المميزات عن جهاز استاد فاكس، ان لو حضرتك بتعمل كيرف اكتر من نقطة وفي نقطة معينة القراية بتاعتها مش متوافقة مع الكيرف ككل تقدر تلغيها والكيرف بتاعك يبقى كويس جدا. وحاجة كمان، ان حضرتك لما بتيجي تقرأ القراية بتاعت الجهاز وفي مشكلة في البرينتر، الجهاز ما بيديش القراية ورا بعضيها، لا بيديك فرصة ان انت تقدر تاخد القراية عن طريق ان انت بتدوس انتر بعد كل قراءة. طيب انت حضرتك اتعرض عليك وعاوز تشتري جهاز سواء مستعمل، يعني دلوقتي انا اتكلم على جهاز، لو انت تشتري جهاز مستعمل جهاز اليزا، طبعا لو في جهاز جديد المهندس هو بيسلمه لك وبيطمن لك عليه ويبقى طبعا ما استخدمش قبل كده. طيب انت حضرتك قدامك جهاز اليزا وهتلجأ للاليزا وتشتغل اليزا وعاوز تشتغل على جهاز مستعمل وقابلك الجهاز ده، انا بنصحك بالجهاز ده. الجهاز ده كويس سواء كان سعر وسط قيمة، والصيانة بتاعته سهلة وأعطاله بسيطة جدا، واللمبة بتاعته سهلة إنها تتغير، واللمبة بتاعته عبارة عن 6 فولت 10 واط. فإن شاء الله هنتكلم إزاي تكسف على الجهاز. أهم حاجة بيهمك في الجهاز ده إن الجهاز يكون الميكانيزم بتاعتك تكون كويسة واللمبة تكون كويسة. فدلوقتي هنطمن على اللمبة إزاي. هتدوس على منيو، هقول لك إخطاء شوز تيست، هدوس 128. 128 ده هطمن على اللمبة بتاعتي، 128 وانتر. تمام، هيبدأ يديلي الفلاتر بتاعتي 405 ويبدأ يديني القرايات. القراية بتاعة اللمبة بتاعة الجهاز ده من 3 ل 11، فمعظم القرايات اللي جت قدامي دلوقتي هتلاحظوا 4 و31 من 100 و5 و5 ونص. فكده انا اطمنت على اللمبه بتاعتي لجميع الفلاتر، وهنا هتظهر لي في الورقه ديت القرايات بتاعت الفلاتر زي ما انتم شايفين 405 والقرايات بتاعتي الحمد لله كلها كويسه. يبقى انا كده اطمنت على اللمبه بتاعتي. تاني حاجه عاوز اعرف التحاليل المبرمجه على الجهاز ده، فبخرج بكلير خلاص، انا خلصت كده خلاص اطمنت على اللمبه بتاعتي. فعاوز اشوف التستات اللي متبرمجه على الجهاز ده، فبدوس كلير خلاص، كلير تيست خلاص انا خرجت، بيطلع على الصفحه الرئيسيه، فهدوس كلمه منيو وابدا اختار 129 واقول له انتر. هيقول لي هنا عندك تي اس اتش وعندك بيتا ورقمهم 2 ورقمهم 3، ويطلعهم لك على البرينتر اهيت 2 و3. يبقى انا كده متبرمج على الجهاز ده تحليل تي اس اتش وتحليل بيتا. طيب انت حضرتك عاوز تمسح تحليل، عاوز تمسح اختبار، هتدوس كلمه فانكشن خليك معايا فانكشن استريب تايب، هتقول له نو سيت برينتر، هتقول له نو ديليت تيست، هتقول له يس ديليت تيست، هتقول له يس وتروح دايس انتر، هيقول لك شوز تيست. طبعا انا مش عاوز امسح اي حاجه، وتختار رقم التحليل اللي حضرتك عاوز تمسحه، سواء كنت انا هنا رقم التي اس اتش رقم 2 والبيتا رقم 3، لو انا عاوز امسح اكتب 2 او 3، او لو انا عاوز امسح كل حاجه هكتب 200 وابدا ادوس انتر، فيمسح لي كل الحاجات اللي على الجهاز ده. فكده انا اطمنت على الجهاز واطمنت على القرايه بتاعته وعرفت ايه اللي متبرمج عليه. ان شاء الله باذن الله هنزل فيديو ازاي تبرمج على الجهاز ده، انواع الكيرفات اللي عليه،
وازاي تبرمج عليه. يا رب اكون افدتكم في نظرة سريعة على الجهاز ده، وانا بنصح ان انت تشتري الجهاز ده لان هو جهاز محترم وسعره كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.